السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى معانا وصفه جميله جدا، هنعمل اللبن المكثف او اللبن المحلى في البيت. معايا كوبايه سكر، يلا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لو ما اشتركتيش اشتركي واعملي لايك واعملي كومنت حلو منك يدعمني ويدعم القناه. يلا بينا. هنا معايا طاسه فيها كوبايه سكر، هنزل بلتر حليب بلدي، لبن يكون بلدي بتاعنا مش المعلب، هتاخدي منه افضل نتيجه. العلبه بقت ب 80 جنيه، ليه احنا ما نعملهاش في البيت؟ لتر اللبن بكام؟ ب 20 جنيه. هندوب السكر كويس قوي في اللبن، رفعته على النار، نار عالية عادي خالص مع التقليب المستمر. هفضل اقلب فيه كويس قوي لحد ما يغلي معايا، وهتشوفوا هنعمل فيه ايه تاني. اللبن ده بقى الحليب ده هتعملي منه احلى حلويات واحلى جاتوهات وطرط من الحليب المكثف ده، طعمه خطير خطير لما بيتعمل، وفعلا بره بقى غالي جدا جدا. طب وليه يعني؟ هو كل الموضوع ان احنا دلوقتي هكمل معاكم الموضوع دلوقتي، المرحله دي غلي خلاص معايا، هبتدي اوطي النار اهديها خالص زي الشمعه. حضرتك بقى عشان منعا للفوران يعني، ممكن حضرتك تحطي معلقة خشب زي ما انا حاطة كده، او لو عند حضرتك كريستالة الازاز بتاعت اللبن بتاعت غلي اللبن حطيها فيه. انا حبيت ابسط لكم الموضوع واستخدم معاكم المعلقة الخشب، عشان اي بيت ممكن ما تكونش متوفرة فيه الكريستالة بتاعت اللبن اللي هي بتاعت غليان اللبن. كده ببتدي اقلب بقى من حين لاخر، كده ابتدي اقلب كويس قوي. ليه بقى احنا ما نعملوش في البيت لما هو اصلا كل الموضوع كوبايه سكر ولبن، كيلو لبن ب 20 جنيه، ونعمل احلى حليب مكثف في البيت. دي طريقه مفيش اسهل من كده وابسط من كده، هتعملي بيها احلى الاكلات والحلويات في البيت، لاني فعلا بقى غالي جدا بره، غالي جدا. العلبه بقى وصلت ل 80 جنيه و100 جنيه ليه يعني؟ شايفين المنظر؟ ما شاء الله حاجه كده جميله، بدات تتقل معايا الحليب، بدأ يتقل معايا القوام. ببتدي برضو اقلب كويس قوي، والتكتلات اللي بتحصل دي ببتدي اعملها بالسباتيولا دي اللي معايا، ببتدي افردها كده واقلب كويس قوي، بتتفرد ما تقلقيش خالص من الكلكعة دي. حبيبة قلبي ادعميني باشتراك ولايك وشير فضلا اذا بتعجبك فيديوهاتي. بياخد مدة اللون بدأ يصفر معايا، بياخد مدة قد ايه بقى؟ حوالي 45 دقيقة على نار هادية زي الشمعة. شفتي كده حضرتك زي ما تكوني بتدمسي فول؟ هو نفس القصة، عشان يتكثف معاكي ويتقل معاكي. شايفين اللون بدأ يصفر معايا والقوام بدأ يبقى سميك معايا ويتقل. احنا قلنا قناتي قناة وصفات ان شاء الله بإذن الله اقتصادية وسهلة وسريعة وتوفرية. فبالنسبة للحليب ان انا اشتريه ب 80 جنيه، علبة حليب مكثف صغيرة جدا ما بتعملش اي حاجة، طب ما انا اعمله ب 20 جنيه في البيت، وتوفير واقتصاد
وحاجة بقى بيتي ونظافة وجمال كده. خلاص بدأ ان هو يبقى سميك معايا ويتقل خالص اهو، شايفينه كده. هعمل فيه ايه بقى؟ هطفي النار واسيبه يبرد معايا تماما. وبرطمان بقى حضرتك كده معقم عندك نظيف ناشف جدا ما يكونش فيه نقطة مية، ببتدي بعد ما يبرد تماما اللبن دوت بفضيه فيه وابتدي استخدمه بقى عند الاستعمال. بحفظه ازاي؟ طريقة حفظه كده، انا بقول لكم ان هو جهز معايا خلاص. بصوا شايفين السمك بعد ما برد معايا تماما. هنا انا البولة بتاعتي ازاز ونضيفة وليها غطا، شايفين القوام واللون ما شاء الله، حاجة كده جميلة وبيتي ونظافة. بتحفظي بقى لمدة اسبوعين 3 اسابيع في التلاجة، ما بيجرالوش اي حاجة، وعلى ضمانتي وعلى طريقتي، حاجة كده روعة وبيتي ونظافة. حبايبي اذا وصلتوا معايا لحد هنا، اشتراك ولايك وشير بعد اذنكم، وكومنت كده حلو جميل منكم يدعمني ويدعم القناة. باي باي حبايبي، مع السلامة.